تورونتو، كندا، في يوم سبت بارد في 25 نوفمبر عام 2017، انطلقت تيس ريتشي البالغة من العمر 22 عاما في رحلة لم تكن تتوقعها أبدا، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تهز عائلتها في جوهرها وتؤدي في النهاية إلى نهاية مأساوية. ولدت تيس في 30 من نوفمبر عام 1994، وهي الأصغر من بين 5 فتيات. نشأت في نورث باي قبل أن تنتقل إلى مدينة تورونتو الصاخبة في سن 19 عاما. كانت تيس حالمة القلب وكانت تطمح أن تصبح مضيفة طيران لاستكشاف العالم، بعد أن أكملت دورة مضيفة طيران في كلية سانا في شمال تورونتو. كانت تيس تبحث بنشاط عن وظيفة في أحد الفنادق الكبرى في تورونتو لتحقيق أحلامها. على الرغم من الدعم المالي الذي لا يتزعزع من عائلتها واستعدادها الدائم للمساعدة، لم تتمكن تيس من العثور على الوظيفة التي كانت ترغب بها. كانت مصممة على ذلك حتى أنها لجأت إلى الأنترنت لاستكشاف فرص العمل في إيطاليا. كانت تيس متعددة الأوجه، حيث امتلكت قناتها الخاصة على اليوتيوب وشاركت تجاربها ومعاناتها في الحياة، وقدمت لمحة عن سعي المرأة الشابة لتحقيق أحلامها. في أحد مقاطع الفيديو الأخيرة لها بتاريخ 23 فبراير شباط عام 2014، ناقشت تيس صراعاتها السابقة والتي تضمنت علاقة مسيئة. تحدثت عن العنف الجسدي الذي تعرضت له، وشاركت قصصها على أمل مساعدة الآخرين الذين قد يواجهون تحديات مماثلة. على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في الماضي، ركزت تيس على مستقبلها وطاردت أحلامها. حاولت بناء حياة مليئة بالبهجة والفرص، ولسوء الحظ كانت الحياة تخبئ لها المزيد من العقبات. في اليوم المشؤوم 25 نوفمبر عام 2017، شهدت تيس انفصالا مدمرا عن صديقها جوليان بعد أن أصابها وجع القلب. لجأت إلى أختها الكبرى راشيل طلبا للعزاء والراحة. كانت الشقيقتان متقاربتين بشكل استثنائي، تشاركان نفس الأفراح والأحزان. أمضت تيس معظم ذلك اليوم مع راشيل في منزلها في تورونتو، حيث تحدثتا عن انفصال تيس وذهبتا إلى التسوق والتنزه في حديقة للكلاب. أعدت راشيل وجبة لأختها في ذلك المساء، لكن تيس التي كانت غارقة في التوتر لم تكن لديها شهية على الإطلاق. ومع ذلك خططت تيس لليلة قادمة وقررت مقابلة صديقة المدرسة القديمة رايلي سامارد. مثل تيس انتقلت رايلي من نورث باي إلى تورونتو وأعادوا إحياء صداقتهم مؤخرا. طلبت راشيل سيارة أوبر من أجل تيس التي ستلتقي برايلي وسط المدينة في كروس تانغو، وهو بار مشهور في منطقة تريش ويلسلي. عندما دخلت تيس سيارة أوبر حوالي منتصف الليل، لم تكن لدى راشيل أي فكرة أن هذه النظرة العابرة ستكون المرة الأخيرة التي ترى فيها أختها على قيد الحياة. على الرغم من الانفصال، ظلت راشيل على اتصال مع تيس وكانت تراسلها كوسيلة للاطمئنان. لقد كانت هذه ممارسة شائعة بالنسبة لتيس التي أبقت هاتفها دائما قريبا، وبعثت برسائل إلى شقيقتها تؤكد وصولها بسلامة إلى الحانة دون أن تعلم بالمحنة التي كانت في انتظارها. في صباح اليوم التالي راسلت راشيل تيس متوقعة ردا متأخرا نظرا لوقت متأخر من الليل، ومع ذلك مع مرور الساعات لاحظت أن رسائلها ظلت غير مقروءة، وهو أمر يدعو إلى القلق. لم يتم الرد على المكالمات الواردة إلى هاتف تيس، وتم توجيه المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي. كان الأمر محيرا لأنه كان من المعروف أن تيس تحمل هاتفها معها طوال الوقت. مع مرور الزمن ازداد قلق راشيل، وقام شريكها الذي كان قلقا على سلامة تيس بفحص شقتها في سكاربورو. في الوقت نفسه تواصلت راشيل مع دائرة أصدقائهم على أمل الحصول على أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى مكان وجود تيس. بحلول الساعة 6:30 مساء من ذلك السبت، كانت تيس لا تزال مفقودة وازداد خوف العائلة بشكل كبير. واصلت راشيل الاتصال بالمستشفيات واتصلت بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء تيس في محاولة يائسة للعثور على أي خيوط.
بحلول نهاية اليوم لم يكن لدى الشرطة أي أخبار عن مكان وجود تيس ريتشي، واشتد قلق عائلتها ودفع الوضع والدة تيس كريستين وإحدى شقيقاتها للسفر من نورث باي إلى تورونتو للانضمام إلى البحث. بدأت العائلة بتوزيع منشورات تحمل صورة تيس على أمل أن يكون أحد قد رأها في أي مكان. وبينما كانوا يتجولون في المنطقة بلا كلل، عادت والدة تيس المصممة على عدم ترك أي حجر دون أن تقلبه إلى الموقع الذي شهدت فيه تيس لآخر مرة. هنا سيكون لقاء الصدفة مع آن برانزو الممرضة التي كانت ابنتها صديقة لتيس منذ أيام المدرسة الابتدائية في نورث باي، أمراً محورياً. شرعت آن وكريستين في رحلة جدية للعثور على تيس ريتشي، وعثرتا على اكتشاف مخيف. وبينما كانت آن تحدق أسفل الدرج الخارجي في شارع تشيريش، أدركت على الفور ما لا يمكن تصوره. كان جسد تيس ريتشي الهامد ملقا هناك على الخرسانة الباردة على بعد 300 ياردة فقط من الحانة التي قضت فيها الليلة الماضية، وعلى بعد 20 ياردة فقط من المكان الذي رأتها فيها صديقتها رايلي آخر مرة. أثار هذا الاكتشاف المؤلم العديد من الأسئلة حول فعالية جهود البحث التي بذلتها الشرطة. بعد كل شيء، كان جسد تيس الهامد ملقا على مقربة من المكان الذي رأوها فيه لآخر مرة. لقد كان سهوا محيرا من شأنه أن يطارد عائلتها إلى الأبد. وعلى الرغم من الاكتشاف، استمر عذاب عدم اليقين. يبدو أن حياة تيس ريتشي قد وصلت إلى نهاية مأساوية، إلا أن أسباب الاختفاء ومصيرها النهائي ظل يكتنفه الغموض، ولم تظهر الشرطة في البداية أي شك في ارتكاب جريمة، وهو القرار الذي سيتم الطعن فيه لاحقا. ومع ذلك كشف تشريح الجثة الذي تم إجراؤه على جثة تيس ريتشي أنها ماتت بسبب ضغط على الرقبة، مما مهد الطريق لإجراء تحقيق أعمق. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على آثار للسائل المنوي على ملابسها، كما تم اكتشاف لعاب على حمالة الصدر. كشف تحليل الحمض النووي اللاحق عن حمض نووي ذكري، مما يشير إلى تورط رجل مجهول الهوية. تحول تركيز الشرطة وبدأوا في البحث عن المشتبه به في قضية تيس ريتشي في ضوء وجود الحمض النووي الذكري والظروف المحيطة بآخر موقع معروف لها. تم تكثيف التحقيق مسلحا بالأدلة والشهادات وشهود العيان وتسليط الضوء على الأحداث التي أدت إلى وفاة تيس ريتشي المأساوية. لعبت رايلي صديقة تيس وآخر شخص رآها على قيد الحياة دورا حاسما في تجميع أحداث تلك الليلة المشؤومة. وكشفت أنه بعد مغادرة الحانة واجهت هي وتيس رجلا غير مألوف انضم إليهما في المساء. وأكدت رايلي أنها وتيس تناولتا بعض المشروبات وطلب منهما الأمن في النهاية مغادرة الحانة. وفي ساعات الصباح الباكر اللاحقة اتخذ مصير تيس منعطفا مروعا. في طريقهم للحصول على شيء للأكل التقوا مع بائع نقانق. نشأ خلاف حول نوع النقانق التي تلقتها تيس، حيث اعتقدت أنها تحتوي على لحم على الرغم من أنها طلبت خيارا نباتيا. اعترفت رايلي بأن تيس تولت زمام الأمور بنفسها عن طريق رش الخردل على عربة البائع، وبالتالي كان عليهم الهروب سريعا إلى شارع دون دونالد. كان هناك في شوارع تورونتو حيث أتيحت الفرصة لتيس ورايلي للقاء ميشيل تيب، وهي شخص غريب عطوف سيصبح جزءا مهما من القصة. انفتحت تيس لميشيل بشأن انفصالها الأخير والاضطراب العاطفي الذي سببه ذلك. قدمت ميشيل كلمات الدعم وتبادلت أرقام الهواتف مع تيس أثناء مشاركتهما معاناتهما. تلقت رايلي صديقة تيس رسالة نصية من صديقها الذي طلب منها العودة إلى المنزل. لسوء الحظ ودعت رايلي تيس وعادت إلى مكانها. إذا تركتها وحدها في الشارع ستظل تصرفات تيس التالية لغزا إلى الأبد. ما حدث في الساعة الأولى من ذلك الصباح المشؤوم ظل مجهولا. الساعة الرابعة ودقيقتين صباحا اتصلت تيس بشركة أوبر مشيرة إلى نيتها بالعودة إلى المنزل. وصل سائق أوبر على الفور إلى موقع الالتقاط المحدد في الساعة الرابعة وأربعة عشر دقيقة صباحا، منتظرا بفارغ الصبر وصول تيس. ومع ذلك لم يتم العثور على تيس في أي مكان، وبدلا من أن تأخذ رحلتها إلى المنزل اتخذ طريق تيس منعطفا غير متوقع. في هذه الأثناء في ظلام الليل التقت تيس بشخص سيغير مسار حياتها إلى الأبد.
كان الرجل هو كارلن شلاتر البالغ من العمر 21 عاما والذي يعيش في شمال تورونتو مع عائلته. أراد أن يصبح ميكانيكي سيارات وكان يحاول شق طريقه للتغلب على تحديات كونه شابا بالغا. تم التقاط تصرفات شلاتر في تلك الليلة على كاميرات مراقبة مختلفة مما يوفر رواية مجزأة ولكنها حيوية. بعد مراجعة اللقطات جمعت الشرطة رحلة تيس في تلك الليلة مما منحهم فهما أوضح للأحداث التي أدت إلى اختفائها. أظهرت لقطات الكاميرات الأمنية تيس ورايلي وهما تغادران الحانة وتشقان طريقهما إلى عربة بائع النقانق. تمت مراقبة تحركات تيس عن كثب أثناء تفاعلها مع البائع وهو جزء مهم من اللغز. علاوة على ذلك فإن الكاميرات الموجودة بالقرب من المبنى الذي ستواجه فيه تيس مصيرها المأساوي في النهاية قدمت معلومات مهمة عن أحداث تلك الليلة المأساوية. وفقا لشلاتر عند تقاطع شارعي تشيريش ودونالدو التقى لأول مرة مع تيس ورايلي. التقطت الكاميرات الأمنية صورا لتيس وشلاتر يسيران جنبا إلى جنب في الساعة 4:14 صباحا ويشرعان في رحلة من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى مأساة. صورت اللقطات وجود تيس وشلاتر في هذه اللحظة المحورية مما مهد الطريق للأحداث التي ستلي ذلك. قادتهم رحلتهم إلى الدرج الخارجي في شارع الكنيسة. في هذا الموقع لعبت اللحظات الأخيرة من حياة تيس والتي حجبها الليل وغياب الصوت في اللقطات الأمنية. رواية شلاتر للأحداث التي حدثت داخل ذلك الدرج أصبحت موضع تساؤل لاحقا مما أثار الشكوك والشكوك حول ادعاءاته. في رواية شلاتر عن تلك الليلة ادعى أن تيس بدأت محادثة معه معربة عن حزنها عن انفصالها الأخير وقال إنهما تحدثا مطولا حتى أن تيس رفضت إجراء مكالمة هاتفية أثناء محادثتهما. ومع ذلك تناقضت سجلات الهاتف لاحقا أمام هذا الادعاء وكشفت أنه لم يتم إجراء أي مكالمات أثناء تفاعلهما. ومع استمرار مواجهتهما زعم شلاتر أن تيس سألته عما إذا كان من المقبول تقبيله وأكد أنهما تعانقا وتبادلا القبلة. ومع ذلك لا يمكن تأكيد هذه الرواية من خلال اللقطات الأمنية المتوفرة والتي لم تصور أي تبادل للقبولات المزعومة. وأصبحت قصة شلاتر في تلك الليلة مقلقة بشكل متزايد وادعى أن تقبيلهما استمر لفترة طويلة مما أدى إلى لحظة غير مريحة حيث تعرض لحادث في سرواله. وفقا له رفضت تيس عرضه بأن يرافقها إلى المنزل لذلك قرر المغادرة. إن روايته أثارت العديد من التساؤلات لأن اللقطات الأمنية لم تلتقط أي دليل مرئي على هذه الأحداث. مع تعميق التحقيق أصبحت قصة تلك الليلة المشؤومة أكثر غموضا. لم تتماشى رواية شلاتر مع الأدلة المتاحة مع سجلات هاتف تيس وغياب أي دليل فيديو يدعم ادعاءاته. ظلت الطبيعة الحقيقية لتفاعلاتهم مخفية. دفعت جوانب القضية إلى إجراء عملية سرية حيث راقب الضباط شلاتر عن كثب لعدة أسابيع. حدث الاختراق عندما تم القبض على شلاتر بعد مشاهدة مباراة سوبر بول مع عائلته في مطعم محلي. تم نقله إلى القسم 13 ووضعه في زنزانة. في تحول غير متوقع للأحداث وجد شلاتر نفسه في زنزانة بين اثنين من ضباط الشرطة السريين الذين كانوا هناك لجمع الأدلة بينما ظل شلاتر غير مدرك لهوياتهم الحقيقية. وعلى مدى ساعات قاموا بتسجيل المحادثات التي من شأنها أن تدين شلاتر فيما بعد في مصير تيش ريتش المأساوي. على الرغم من وجودهم في زنزانات منفصلة انخرط الرجال الثلاثة في محادثات لساعات متواصلة حيث كشف شلاتر عن تفاصيل مزعجة عن حياته. لقد تفاخر بتاريخه في إغواء النساء وادعى أنه شارك مع أكثر من 40 امرأة وهو رقم ملحوظ بالنسبة لشخص في عمره. ومن الغريب أنه أغفل تفصيلا مهما انجذابه لكل من الرجال والنساء. رسمت كلمات وأفعال شلاتر صورة مقلقة للغاية مما أثار مخاوفا بشأن تورطه في وفاة تيس ريتشي المأساوي. اعترافات شلاتر لم تتوقف عند النساء وكشف أيضا أن شخصا آخر كان يعرف حقيقة تلك الليلة المشؤومة عندما اتخذت حياة تيس ريتشي منعطفا مأساويا.
يزعم أن شلاتر أسر إلى زميل له في الزنزانة خلال فترة تقاسمهما في مركز احتجاز في تورونتو في عام 2018، وقدم أدلة إضافية على تورطه. وكان لزميل الزنزانة المعروف باسم إي أس بسبب القيود القانونية سجل إجرامي واسع النطاق يمتد لعقود من الزمن، بما في ذلك جرائم مختلفة. بمرور الوقت أصيب بخيبة أمل تجاه شلاتر الذي أبدى القليل من الندم على أفعاله أثناء احتجازه. خلال فترة وجودهما معا، زعم أن شلاتر ناقش علاقته مع تيس ريتشي والتفاصيل المرعبة للحظاتها الأخيرة. وبحسب ما ورد، اعترف بفقدان السيطرة عندما رفضت تيس المزيد من العلاقة الحميمية، واعترف بخنقها بوشاح. أرسل هذا الوحي موجات صادمة عبر قاعات المحكمة. نفى دفاع شلاتر هذه الادعاءات بشدة، مما ألقى بظلال من الشك على مصداقية زميل شلاتر في الزنزانة. وواجهت المحكمة مهمة صعبة تتمثل في تحديد الحقيقة وراء هذه الأقوال ووزنها في الإجراءات. ومع اقتراب المحاكمة من نهايتها، ظلت قاعة المحكمة مع صورة مخيفة لامرأة شابة تسعى لتحقيق أحلامها وتحاول التغلب على حسرة القلب. جلست عائلة تيس ريتشي مطالبة بالعدالة والإغلاق لأختهم وابنتهم الحبيبة. وسيحدد قرار المحكمة مصير كارل شلاتر الذي كان يواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى والاعتداء الجنسي، واحتجاز تيس ريتشي بالقوة في تلك الليلة المشؤومة. 21 يوليو عام 2021، أدين شلاتر بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والاعتداء الجنسي واحتجاز تيس ريتشي بالقوة. قدم حكم هيئة المحلفين درجة من الإغلاق لعائلة تيس ريتشي، وحكم على شلاتر بعد ذلك بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود إمكانية الإفراج المشروط لمدة 25 عاماً. تعتبر قصة تيس ريتشي المأساوية بمثابة تذكير بالتعقيد والعواقب المدمرة للأحداث التي تحدث في ظلام الحياة الليلية الصاخبة في المدينة. تسلط قضيتها الضوء أيضا على أهمية أدلة الطب الشرعي وشهادة الشهود والسعي الحثيث لتحقيق العدالة من قبل سلطات إنفاذ القانون. تظل ذكرى تيس ريتشي حية من خلال الحب الدائم لعائلتها والمجتمع الذي دعمهم أثناء بحثهم عن إجابات. تعتبر حياتها بمثابة تذكير صارخ بأن الأفراد مثل تيس الذين يسعون إلى متابعة أحلامهم والتغلب على الشدائد يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون خوف أو أذى. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.